يعني ما يحدث في قطاع غزة الآن، هناك قصف عنيف جدا وهو الأعنف منذ بدء الحرب الإسرائيلية اليوم أو خلال هذه الساعة، وبعد انقطاع شبكة الاتصالات الفلسطينية وانقطاع الإنترنت عن قطاع غزة، الطائرات الإسرائيلية بمشاركة المدفعية وبمشاركة البحر الزوارق البحرية الإسرائيلية تقوم في هذه اللحظات بقصف عنيف جدا على محيط مخيم الشاطئ وكذلك أيضا المناطق الشمالية الغربية لمدينة غزة. انفجارات ضخمة وأصوات الانفجارات ضخمة جدا في المناطق الغربية الشمالية لمدينة غزة. بالطبع هناك انقطاع كامل في شبكة الاتصالات وكذلك الانترنت. أيضا هناك في محيط مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس كان هناك غارة إسرائيلية على عدة منازل، وبالطبع كما تشاهدون يعني في خلفي في على الشاشة القصف الإسرائيلي ووصول عدد كبير من الإصابات من الإصابات والقتلى إلى مجمع ناصر الطبي نتيجة قصف منطقة الظهرة، وهذه المنطقة التي يتكدس بها آلاف النازحين والسكان.